السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، معكم أحمد سعد. إن شاء الله هنتكلم معكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم النيل اليوم. إن شاء الله هنتكلم النهاردة في موضوع يثير جدل الملايين، موضوع له الكثير من الآثار السلبية وله الكثير من الآثار الإيجابية. تكلم عنه الناس فقالوا أنه يجمع بين الناس، وتكلموا عنه أيضا فقالوا أنه يفرق بين الناس. قبل أن نعرف عن هذا الموضوع، دعنا نرحب بزميلي. أهلا بك إبراهيم. أهلا بك أحمد، وأهلا بكل السادة المشاهدين في كل مكان. أهلا بك محمد. أهلا بك يا أحمد، وأهلا بكل السادة المشاهدين في كل مكان. إن شاء الله موضوعنا اليوم هيكون عن السوشيال ميديا وتعريفها وأثرها الإيجابية وأثرها السلبية. أولا نعرف تعريف السوشيال ميديا مع زميلي إبراهيم. اتفضل إبراهيم. السوشيال ميديا عبارة عن مصطلح بيطلق على مواقع التواصل الاجتماعي زي البرامج المتداولة حاليا الفيسبوك والإنستجرام والتويتر والواتساب، والبرامج دي بتستخدم عبر شبكات الإنترنت من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية للتواصل بين المستخدمين. ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي تم كسر حاجز الزمان والمكان، فأصبح بإمكان أي شخص التحدث مع الآخرين في أي وقت وأي مكان مهما كان البعد بينهم. ونقدر نقول إن السوشيال ميديا هي الوسيلة المثلى للتواصل على المستوى العملي أو المستوى الاجتماعي أو حتى على المستوى العائلي. بالفعل إحنا دلوقتي ما نقدرش ننكر إن بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، هي ليها إيجابيات كتير طبعاً، ما نقدرش ننكر إن بفضلها العالم أصبح أشبه بقرية صغيرة ويجمع بين جميع الناس من مختلف أنحاء العالم، بالرغم من اختلاف موقعهم الجغرافية، والرغم من اختلاف دينهم. جميل. والرغم من اختلاف اللغة كمان اللي بتحدثوا بها، وبالرغم من اختلاف ويعني وعلى الرغم من اختلاف مستواهم الفكري ومستواهم الثقافي ومستواهم الاجتماعي لتكوين صداقات والتبادل الآراء والأفكار وتحقيق أهداف معينة. فعندنا مثلا من أهم إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي إنها وسيلة فعالة للتسويق والترويج، بمعنى إنها بتسمح للشركات والمؤسسات إنها تحصل على أكبر عدد من مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لزيادة أرباحها والتسويق للمنتجات الخاصة بها. فدي طبعا إيجابية، يعني ده محمد سعد إن هو يسوق المنتج عن طريق التواصل الاجتماعي وعن طريق السوشيال ميديا. بالفعل. ده أيوه. ساعد كتير جدا ان هو يوفر لهم التسويق ويعرف يسوق منتجه باسرع وقت، احسن من زمان ما كانش بيعرف أيوه. يسوقه، كان التسويق أيوه. بيبقى صعب جدا. انت عشان مثلا يعني تلاقي نفسك دلوقتي بتفكر في اي حاجه، بتفكر في ساعه تلاقي البيتيات كلها بتاعه الفيسبوك تحولت لساعات موجوده في المكان الفلاني وساعات موجوده في المكان الفلاني، تلاقي كل حاجه جات لك. يعني على المثال الصحيح، كل ما تفكر فيه تحصل عليه. ايوه بالظبط. فدلوقتي عندنا مواقع التواصل الاجتماعي دي يعني بقت بتسمح للشركات كمان انهم يعرفوا المنافسين بتاعتهم، يعني المنافسين في السوق، الشركات والمؤسسات يعرفوا الاستراتيجيه الخاصه بيهم ماشيه ازاي، بيعملوا ايه، وبالتالي ده بيديهم المجال انهم يطوروا الاستراتيجيه الخاصه بيهم هم ويطوروا من نفسهم وفقا لذلك. وكمان بتسمح للمستخدمين المواقع دي ان هم يتسوقوا عبر المواقع من هم موجودين في البيت. يعني هو محتاج اي حاجه، محتاج يشحن، يعمل اي حاجه، كل حاجه شحن من خلال هذه المواقع، اي حاجه هو محتاجها. احنا دلوقتي بقينا عايشين في مجتمع كله تكنولوجيا، ومواقع التواصل الاجتماعي يعني اثرت في حياتنا بشكل كبير، ايجابياتها بحر ايجابيات لمواقع التواصل الاجتماعي. طبعا برضو يا محمد، ان برضو من الاثار الايجابيه للسوشيال ميديا هي تقليل نسبه البطاله. ازاي؟ بمعنى ان البطاله دلوقتي والموظفين بقوا محتاجوا وظائف، فده دلوقتي اثروا وقالوا ان في 60% من اصحاب الشركات واصحاب الوظائف بينزلوا اعلانات على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ان هم يساعدوا في ان هم يوصلوا المعلومه كويس لاصحاب المهن ويختاروا اصحاب المهن وهكذا. اهو بالفعل ده برضو يعني مواقع التواصل الاجتماعي افادتنا في موضوع قله البطاله ده، بسبب يعني جائحة كورونا اللي كنا عايشين فيها دي، في ناس كتير ما سابتش الشغل بتاعتها، في ناس كانت بتشتغل من بيتها،
تشتغل عن طريق الاونلاين، يعني دي حاجه كبيره وساعدتنا بشكل كبير. يعني ده اثر فينا في ايام الكورونا دلوقتي، ان الانسان دلوقتي بقى كان بدل ما يقعد خالص في البيت وما يشتغلش خالص، لا بقى يستطيع الان ان هو يشتغل عن بعد وهكذا. صح، يشتغل ويحافظ على نفسه ويحافظ على غيره، ان هو شغال وهو في البيت من غير ما ينزل من بيته ولا يضر نفسه ولا يضر اهله وعيلته، ويقدر يعني يجيب برضه راس المال اللي هو عايش منه. وكمان ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي في التعليم الذاتي من خلال متابعة الباحثين المختصين الذين يقومون بنشر مقالاتهم ومقاطع الفيديو عبر مختلف الأبحاث والمعارف، عبر مختلف الأبحاث والمعارف. ومواقع التواصل الاجتماعي دلوقت في وقتنا الحالي يعني تعد ذات أهمية كبيرة في حياة الكثير من الطلاب، من حيث اللي هي بتسمح ليهم، بتسمح بالتواصل بين الطلاب وبين المعلمين، وكمان بتزيد من سرعة المعلومات وسرعة نقلها وتبادل المعلومات والأفكار بين الطلاب وبين بعضهم البعض. فعشان كده ممكن نقول إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة تعليمية فعالة. جميل. برضه يا محمد، برضه ان اداه تعليميه ازاي؟ ان برضه دلوقتي زي مثلا موقع اليوتيوب، برنامج اليوتيوب. دلوقتي اي حد عاوز حاجه، عاوز درس، عاوز معلومه، اي معلومه عاوز يوصلها بيوصلنا على ايه؟ من على طريق اليوتيوب. واي دلوقتي مثلا واحد محتاج شرح ماده، محتاج حاجه، فده كله برضه من على ايه؟ بالفعل. ما هم لسه اطلقوا منصات تعليميه على مواقع التواصل الاجتماعي. جميل. دلوقتي الطفل ممكن وهو قاعد في بيته يعرف يتواصل مع المعلم بتاعه، يعرف المنهج اللي عليه ايه، ويعرف كل حاجه خاصه بالتعليم عن طريق ده. ده خلى الناس الباحثين خلى الباحثين المختصين بمجال تكنولوجيا التعليم ياكدوا ويزيدوا على اهميه استغلال الانترنت والاستفاده من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في عمليه التعليم. وبسبب التزايد المستمر من الطلاب، يعني بسبب التزايد المستمر في استخدام هذه المواقع، ادت الى الانتباه لاهميه ان احنا نطور التعليم عن بعد. كمان بتساعد على التعليم بشكل مجاني ومن غير اي مقابل مادي، ودي حاجه اكيده طبعا. وزي ما اتكلمنا انا وزمايلي عن ايجابيات السوشيال ميديا وقد ايه هي مؤثره ايجابيا في حياتنا، برضو في ايجابيه كمان يا ابراهيم، ان هي بتجمع شمل الاسره البعيدين عن بعضهم البعض. يعني التواصل الاجتماعي الان بقى اشبه ان هو الانسان مثلا عيلتنا من ناحيه، بس هي بتجمع شمل الاسره البعيدين عن بعضهم البعض، مش اللي قاعدين في البيت، لان دي أيوة نقطه ثانيه نتكلم فيها بعدين. اكيد البعيدين عن بعضهم البعض ازاي؟ ان في مثلا الاسره في منهم الاب او الابن اللي هيسافر للعمل، اللي هيسافر للتعلم. فده زمان في الزمن البعيد ما كانوش بيحاولوا يتواصلوا مع اهلهم، ما كانوش بيعرفوا اخبار اهلهم واحوالهم ايه، واحوالهم المدنيه، احوالهم الماديه. دلوقتي الان لما حد يسافر بره بقى يستطيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الماسنجر، الواتس، الانستجرام، ده كله خلاه يبقى فيه سهوله في التواصل، ان هو يعرف التواصل الاجتماعي ويعرف احوال الماديه واحوالهم المدنيه وهكذا. جميل. لكن في نفس الوقت برضه في تأثيرات سلبية كتير. جميل برضو. أحب أتكلم عن حاجة، هنتكلم يعني مع بعض عن شوية تأثيرات سلبية دي بنحب إن هي تتغير أصلاً وتتطور فيما بعد. ومن التأثيرات السلبية دي ما يسمى بإدمان مواقع التواصل الاجتماعي. الإدمان ده بيسبب حاجات كتير وليه آثار سلبية كتير، زي حب العزلة والوحدة والبعد عن الآخرين، والتوجه إلى العيش في عالم افتراضي مليء بأشياء غير حقيقية، والتخلي عن عالم الواقع بما فيه من قواعد مجتمعنا، والاتجاه إلى ابتكار أساليب جديدة من الغرب غير مطابقة لقواعد مجتمعنا خالص. بالفعل. وزي ما قلنا لحضراتكم، لمواقع التواصل الاجتماعي تأثيرات سلبية عديدة يمكن أن تضر المستخدم إن أساء استخدامها. فعندنا مثلا هدر وإضاعة الوقت، تلاقي الشخص او الفرد مننا قاعد ساعات طويله جدا يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، يعني دون ان ينتبه او يشعر او حتى يدرك عدد الساعات التي اهدرها من وقت، وكمان من غير ما يحصل على اي فايده. يعني يا ريت قاعد ساعات طويله على الانترنت او على مواقع التواصل الاجتماعي يدور على معلومه تفيده في حياته، يدور على شغل، لكن بدون ما يحصل على اي فايده. ده بيسبب عنده حاجات كتير، بيسبب عنده مثلا بيهمل واجباته التوظيفيه، وبيهمل واجباته العائليه، وبيهمل واجباته
بيهمل واجباته التعليمية لو هو لسه طفل، وبيهمل واجباته الأسرية لو هو راجل ومتجوز. وده يعني ده كل الأسباب دي لإيه؟ لاستخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مدروس أو بشكل غير منطقي أو بشكل عشوائي. يعني محمد برضو يعني إهدار الوقت دوت، يعني هو أثر إن الإنسان ما قدرش يستغله صح. يستغله صح في معنى ان هو بدل ما يقعد كتير على التليفون او على اداه التليفون او وسائل التواصل الاجتماعي في ان هو يتعلم معلومه جديده، في ان هو يخش مثلا زي ما قلنا على اليوتيوب فيتعلم معلومات كل يوم معلومه يثقف نفسه، لا هو اتجه الى طريق اخر. ما احنا قلنا في البدايه الاثار السلبيه بتاعت موقع التواصل الاجتماعي دي امتى تكون سلبيه؟ لو المستخدم اساء استخدامها، يعني هي مش هتضرك انت، اللي هتضر نفسك، هي مش هتضرك. صح برضه يا محمد، من الاثار السلبيه اللي بتاثر على الانسان وهكذا الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقه خاطئه، وهي ان هو بتاثر عليه في النوم. ازاي الكلام ده؟ هقول لك ان دلوقتي ان الانسان قبل ما ينام او قبل ما يركن على السرير وهكذا فانه بيتفرج على الايه؟ على التليفون. فده اثبت علميا ان في هناك اشعه بتطلع من التليفون بتاثر على الايه؟ اسمه هرمون البلاتونين. الهرمون ده بتاع الهرمون الخاص بالنوم وهكذا. بيقول لك الاشعاع ده بيأثر عليه فبيسبب الانسان الصداع وبيسبب الانسان قله النوم. واحنا طبعا عارفين ان احنا لما بننامش بيأثر علينا في يومنا ازاي، فده برده من ضمن اهدار الوقت. بيهمل واجباته التوظيفيه لو هو راجل متجوز زي ما انا قلت، ولو هو طفل بيهمل يعني ما بقاش عايز يروح المدرسه. وتلاقي دلوقتي معظم الاطفال، يعني اطفالنا الصغيره واخواتنا الصغيرين، تلاقي عينيهم وجعتهم ويروحوا للدكتور. يبقى ايه السبب؟ يقول لك ده بيقعد قدام التليفون، بيطفي الانوار في الاوضه ويقعد قدام الاضاءه اللي بتطلع زي ما انت قلت من التليفون. وكمان يا محمد في احدث الدراسات الامريكيه في جامعه نيويورك التي اقيمت على مستخدمي الفيسبوك على وجه الخصوص، واكد فيها الباحثون ان 76% من المستخدمين يقومون باستخدام هذه المواقع اثناء المشي على القدمين، و40% اثناء القياده، و60% اثناء التحدث مع الاخرين. وده بيعمل بيخلي عدم في هناك عدم توازن بين الـ 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 بين بين النظام المعرفي. طبعا ابراهيم ان شاء الله دلوقتي احنا معانا الدكتور حسين الجويلي، سيكون بمداخله معنا رئيس مجلس اداره نايل ميديا. اتفضل. ازيك حضرتك يا دكتور؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ والسداد. الحمد لله بالتوفيق والسداد يا رب ان شاء الله. وموضوع جيد جدا واسلوبك رائع جدا، وبهنيكم جدا على هذا الاداء الرائع. ربنا يخليك. يعني موضوع الحلقه مهم جدا، يمكن احنا بنتكلم دايما على السوشيال ميديا انها بقت ناقوس الخطر اللي بيدق في ارجاء الاسر المصريه وبيدمر فيها حرفيا. يعني للاسف الشديد بقى بيشغل اكبر عدد او اكبر وقت حياتنا. نلاقي الزوج مشغول على موبايله والزوجة مشغولة برضه على موبايلها، وكل واحد في وادي تاني خالص. فده دكتور يعني بيأثر على العلاقات الأسرية يعني وكده طبعا يا دكتور؟ طبعا بكل تأكيد. يعني تلاقي دلوقتي كمان الطالب امتحانه مثلا بعد ثلاث أيام، يدخل شوية على الواتساب يقول لك أنا بس هدخل أعمل تشيك ده، بص بصة وأطلع تاني. يطلع من الواتساب يقول لك أعمل تشيك على الماسنجر على فيسبوك، هوبا انستجرام. الوقت ياخد بعضه وما يقدرش يروح يذاكروا بقى قدام اللجنة يعني. فللأسف الشديد السوشيال ميديا بتدمر حياتنا حرفيا، فلازم يبقى في تقنين للموضوع، مش تكبيل أو تكميم الأفواه، لا. إن يكون في حد أدنى وحد أقصى، يعني كل مواطن مثلا يبقى له ثلاث ساعات في اليوم متوزعين على اليوم. هتقول لي عشان بحتاجه بالليل شوية وبالنهار شوية. طبعا انت اقعد نص ساعه الظهر ونص ساعه الصبح ونص ساعه العشاء، وزع انت وقتك على حسب احتياجاتك. لكن ما ينفعش نسيب الجيل بالكامل قاعد على الفيسبوك والسوشيال ميديا، هندمره حرفيا. ما هو ده دكتور برضه احنا بنتكلم فيه بسبب الاشاعات والاخبار الكاذبه اللي بتنزل دلوقتي، اللي هو كل شويه تاجيل الامتحانات، وبرضه يطلع نفي لهذا الموضوع. فده برضه بيأثر على الطالب. ضغط يعني، ممكن الطلبه تتحالف من اجل يعملوا هاشتاج يقول لك يلا الامتحانات اتاجلت، فيعملوا ضغط شويه. ايوه فمحدش ينكر ان السوشيال ميديا بقت مؤثره. يا دكتور حضرتك بنتكلم دلوقتي في نقطه اللي هي التاثيرات السلبيه لمواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الزوجيه. عايزين نعرف يعني ايه اللي خلى التواصل الاجتماعي اثر على العلاقات الزوجيه وتأثير اللي أحدثته هذه المواقع. ألف ب ت كده من البداية، الفجوة اللي بين الزوجين، كل واحد بيهرب من التاني في السوشيال ميديا. ده له صح أصحابه وهي لها صحبتها، وكلمة في كلمة في كلمة، طب عملت إيه؟ طب خليت إيه؟ طبخت إيه؟ لا ده جوزي غلطان. يسخنوا بعض من الطرفين وتبوظ الحياة الزوجية وتنهار. فبيحصل شك طبعا، لازم يحصل شك.
بكل تاكيد. وبعدين اصلا دكتور الزوج يلاقي زوجته قاعده على الموبايل 24 ساعه اكيد هيشك فيها، لا جدال في الامر يعني. اكيد طبعا. دكتور حسين، وانا ضد الثقه التامه يعني. انا دلوقتي راجل بعرف اسوق عربيه كويس. جميل. معنى كده ان انا معفي من الحوادث، ممكن يجي سواق غشيم جنبي يخبطني. صح. فانا دايما لازم احترس من اخطاء الاخرين، ادي ثقه ولكن تابع. محدش يقدر يلومك على هذه المتابعه، الموضوع مش شك، الموضوع متابعه، حقك كزوج ان تتابع ما حولك. دكتور حسين ممكن أو بس انت مسؤول عنهم يعني، اتفضل. ممكن دكتور حسين تعرض لنا بعض النصائح للجمهور؟ بخصوص السوشيال ميديا انا ولا بخصوص ايه؟ ايوه طبعا، استخدام الصحيح لها يعني والاثار السلبيه للسوشيال ميديا. انا لسه الجمله لسه قايلها لك، لابد من المتابعه، احنا لا نكبل الايادي ولا نغلق الافواه، لكن لازم يكون في نوع من المتابعه. الاب بيشوف اولاده بيكلموا مين وازاي وفين، لازم يتابع السوشيال ميديا. في ناس كتير اتجندت في منظمات ارهابيه من خلال السوشيال ميديا، في ناس كتير اتخطفت من خلال السوشيال ميديا، في مش في مصر الكلام ده، في العام يعني كل الدول يعني. اكيد يا دكتور. طيب يا دكتور، بالنسبه لتاثير مواقع التواصل الاجتماعي على الطفل، يعني حضرتك بتنصح الاب والام يعملوا ايه مع اطفالهم اللي بيقعدوا يعني ممكن وهم بيتصفحوا مواقع التواصل الاجتماعي تدخلهم في موضوع تاني خالص؟ مجرد انك تعمل لابنك او بنتك الميل بتاعه ان هو تحت السن، هيبقى المعروض قدامه متاح في حيز ضيق، ما يعني او ما يخص الاطفال. يعني اعمل لطفلك ان هو تحت 12 سنه. طبعا. اليوتيوب والمواقع دي بتمنع ظهور فيديوهات معينه او صفحات معينه قدام الاطفال. اكيد. في الخيارات دايما كده ان الحاجات دي متاحه للاطفال ولا لا. فلازم انا اعمل من البدايه كده الميل او الاكونت اللي هدخل بيه يكون في سن معين، عشان لو لسن كبير فهيمر قدام الاطفال بكل تاكيد الحاجات اللي الكبار ممكن يشوفوها. شكرا جدا لدخول حضرتك يا دكتور، والله استفدنا جدا من كلام حضرتك، وطبعا الجمهور استفاد جدا من كلام حضرتك، وشكرا جدا ليك يا دكتور. طبعا نرجع لموضوعنا، طبعا هو الاثار السلبيه. فمن ضمن برضه يا محمد الاثار السلبيه اللي بتاثر على الانسان، وهي وبتاثر برضه خاصه دلوقتي على البنات والجانب الانثوي، وهو الانتهاك الخصوصيه. انتهاك الايه؟ الخصوصيه. فدلوقتي الان بقى الانسان اللي بيعمل مثلا السوشيال ميديا وهكذا، بقى في ناس كده فئه معينه بيخشوا بهدف الانتهاك الخصوصيه والابتزاز. ايوه الابتزاز وهكذا. طبعا انت ياما ناس كتير حصلت القضايا بسبب الانتهاك الخصوصي. أيوة. وبسبب ان هم بيخشوا على الشخصيات بتاعتهم ويشوفوا صورهم وحاجات زي كده وبيبتزوهم بيها. صح محمد ولا طبعا؟ مش اكيد برضه، وفي قضايا حصلت كتيره زي كده بالفعل. ما دي قلنا دي من ضمن الاثار السلبيه الخاصه بمواقع التواصل الاجتماعي. فعشان كده احنا كان عندنا فكره اللي احنا مثلا ليه اداره الفيسبوك مثلا ما تعملش ان كل واحد يكون الاكونت الخاص بيه على الفيسبوك او انستجرام او تويتر يكون يعني مصرح الدخول ليه بالبطاقه او بالاي دي بتاعه. تمام. بس برضو في هتلاقي عندك كثير من الاشخاص يعني تحت السن اللي هم لسه ما طلعوش بطاقه وكده، بيحتاج ان هو يدخل على المواقع دي، وعشان مثلا عنده تعليم الكتروني اللي هو بتبقى هنا زي نظام التوكيل. يعني الاب مثلا لو انت طفلك مثلا في المدرسه محتاج الفيسبوك مثلا عشان يتواصل مع المدرس بتاعه، محتاج منصه تعليميه، فلازم يبقى بالبطاقه. انت دلوقتي الطفل بالرقم القومي برضه يعني، بالرقم القومي وكل حاجه برضه عادي، ان هو دلوقتي بقى عادي ممكن يخش برقم قومي وكل حاجه. فده بي ايه؟ ما ممكن بي ايوه بي ما انا بتكلم في النقطه دي، ان يكون الوالد وكيل للطفل بتاعه ويراقبه في كل حاجه هو بيعملها على الانترنت. اكيد طبعا. وبرده يا محمد ان في نقطه عايز اتكلم فيها، وهي نقطه مهمه جدا، اللي هي برده ليها اثرين، ليها اثر ايجابي ولها اثر سلبي، اللي هي حريه الراي. ان دلوقتي اي انسان فينا في اي مكان في اي وقت لو شاف مثلا منشور او شاف خبر او شاف حاجه حب يشارك رايه بيها، بيستطيع ان هو يشارك رايه. صح ولا ايه؟ انت دلوقتي لما بتفتح الفيس وبتشوف خبر قدامك حبيت الراي فبتقوله. صح؟ صح. بس ده بقى ليه اثر سلبي بقى. ايه هو الاثر السلبي؟ ان هو لما بيقول رايه ممكن رايه ياثر على الايه؟ على الناس، فيدل هذا على صحه الايه؟ النشر. يعني هو اصلا ليس له صحه من قصدك ان الانتقادات يعني ممكن تقول رايك وتنتقد، فده ياثر على الاشخاص اللي قدامك. انا بتنتقد شخصيه معينه فده بياثر عليها. تمام جدا والله، يعني كلام جميل جدا. وهو اصلا السوشيال ميديا احنا عارفين ليها ايجابيات كتيره ولها سلبيات كتيره، فهذا لا يمنع ان برضه ليها اهميه كبيره واثر جدا جدا في حياتنا اليوميه، واثر جدا، وبقى في سهوله في الحياه، وبقى في سهوله في التواصل وفي التعامل مع الناس كلها في الخارج،
وده زي برضو زود الاقتصاد بتاع الدوله. السوشيال ميديا واثرها والتواصل الاجتماعي زود الاقتصاد وسهلت كل حاجه في الدوله. يعني سهلت كل حاجه انت بتعملها دلوقتي بقت خاصه بالتكنولوجيا، خاصه بالانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي. يعني زي ما قلنا كمان، زي ما عرضنا المشكله بتاعت مواقع التواصل الاجتماعي وقلنا الاثار الايجابيه والسلبيه ليها، لازم كمان نقدم بعض النصايح للجمهور بتاعنا ازاي ما يعني ما تدمنش مواقع التواصل الاجتماعي. هو بص، اول حاجه الافراط في استخدام هذه المواقع يؤدي الى حدوث خلل في وظائف المخ. فاحنا هنقدم شويه نصايح اللي هو للبعد عن الادمان، ادمان هذه المواقع، اللي هو الادمان ازاي ان انت بتقعد فتره طويله غير يعني فتره طويله ما ينفعش تقعد الفتره دي. اللي هو النصايح هتبقى عباره عن مثلا في تطبيقات بتحسب لك وقت دخولك وخروجك منها. يعني ممكن تحسب الوقت الدخول والخروج وهتعرف اكتر التطبيقات اللي بتستهلك وقتك، فبالتالي تقدر تقلل من استخدامها. وممكن تخلي يعني تعمل تنظم، خلي وقت لنفسك، يعني نظم وقتك. يعني برضو يا ابراهيم، برضو انت قصدك تقول ان نظم وقته بطريقه صحيحه. يخلي زي ما الدكتور حسين كلمنا من شويه قال لك ان هو يخلي ساعات يوميه بس للايه، للسوشيال ميديا، ليه في يومه. يعني ممكن فده ما ياثرش فيه اكيد. ممكن تخلي استخدامك للمواقع التواصل دي بعد الانتهاء من الاعمال الاساسيه والاعمال المهمه. بالفعل بص، عشان ما تدمنش مواقع التواصل الاجتماعي لازم تنظم وقتك بشكل كبير وتتبع بعض القواعد الصارمة، منها لازم تحدد مرة واحدة بس في اليوم تدخل فيها على المواقع دي، والأفضل إنها تكون بعد انتهاء من الأعمال الأساسية. والله إحنا أسعدنا جدا هذه الحلقة، وللأسف قد انتهى وقت حلقتنا. والله استمتعنا جدا واشكر واحب اشكر لنا لقاء تاني معاكم باذن الله. يعني واحب اشكرك جدا. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكركم على حسن استماعكم لنا ونرجو ان نكون عجبناكم.